يلا نور. هاي وفي شيء؟ افتح الدرج. بدون مقدمات اهلا وسهلا في احلى واغلى متابعين، يا هلا والله فيكم، ان شاء الله انكم بخير. مشتاقين لكم والله، صراحه مشتاقين لكم. صح ان ننزل كل اسبوع لكن فجاه كذا شقنا لكم. قبل كل شيء ما بقى لنا شيء على 100,000 عشان نسوي لكم هديه ان شاء الله في اليوتيوب. اذا وصلتونا ان شاء الله 700 800,000، 3,800,000 باذن الله راح اسوي سحب على جائزه، يمكن ايفون يمكن بلاي ستيشن اللي انتم تحتاجونه. طبعا جايب لكم شيء مره بطل وشيء مره حلو، وهذا سر صراحه انا بقوله، السر هذا بيني وبينك. طبعا راكان ما راح يدري عنه، هو راح يدري عنه اذا شاف المقطع، لكن انا ما راح اقول له. السالفه يا طويل العمر ان راكان امنيته انه يشتري ايفون 11 ماكس الكبير، لكن انا كنت ادور ولا حصلت. لكن الشيء المهم، احنا تعرف شو المبلغ عالي شوي، 5,000 تقريبا، وتعرفوا الميزانيه وكذا شوي صعبه، فانا حبيت اني والله صراحه افرحه وتجي مني، لكن انا ما راح اقول له صراحه اني انا الشيء هذا سويته عشانك وكذا في المقطع، ما له داعي. بالعكس انا بس والله شوف، انا ودي افرح خويي صراحه، وهو ما قصر معي يعني، فرحني كثير، فرحني يوم جاب لي ايفون حق يوم ينصرك، ويوم اشياء كثيره سواها معي. يا كل عمري يا ابتهاجي يا فرحي، يا من نبض لجل خفوقي بلا ضلاع، في هالمشاعر فقدت احساس شرحي، لا له مثيل او شبيه بلا طبع. يا كل عمري يا ابتهاجي يا فرحي، يا من نبض لجل خفوقي بلا ضلع، في هالمشاعر فقدت احساس شرحي، لا لا مثيل او شبيها بلا طباع. ولا راح اقول له، بس خلي اشوف المقطع. بس والله اني سويت ذا الشيء انه مو عشان عشان يرد الهديه، لا والله العظيم اني ما راح اخذ منه اي شيء من بعد هذا المقطع اللي بيسويه، ما راح اخذ منه اي شيء، وانا ما سويت هذا الشيء الا والله ودي اني افرحه. انا وش سويت؟ انا بعت الجوال، ركان اهداني اول ايفون اكس ماكس نظيف والله، انا بعته في موقع احد المواقع، الله يبارك اللي شراه والف مبروك له. وطبعا هذا المبلغ اللي بعت الجوال فيه تقريبا 3300، مشكوك ال100، طيب 3300 تمام. وطبعا انا معي بزيد ان شاء الله، وسعود نواف الله ما قصروا يعني، بيعطوني كل واحد على 300 ريال، وباذن الله اليوم راح ان شاء الله بعد شوي راح اشتري الايفون وراح افاجئ ان شاء الله. وانا هذا ما سويت هذا الشيء والله مو بعشان اوه انا كذا، لا والله العظيم انا قلت لكم ما راح اخذ اي شيء منه، وحتى لو ما قبل بيقبل جائزة غصبا عليه، والحين راح نهديه ونفرحه، ولا راح اقول له اني انا بعت جوالي وزي كذا. فهذا السر بيني وبينكم، فودي والله افرحه، وكان امنيته انه يشتري الجوال، وهذا اقل شيء اقدمه له صراحه، هذا اقل شيء اقدمه له. وباذن الله ان شاء الله بنفكر ان شاء الله بفكره كيف نعطيه الجوال. لا تنسون اللايك، اتمنى تسوون اكبر عدد لايك، اللي تشوفون يعني تشوفون ايش يستاهل المقطع هذا، يستاهل انه بنفرح ركان، سووا لايك ان شاء الله ما تقصروني. 400 500,000 واثق، بس انا واثق اكيد فيكم. فيلا الحمد لله شريت الجوال مثل ما قلت لكم، ايفون 11 ماكس برو 256 جيجا، هذا ركان اللي بيه. كان يبي الاخضر بس ما كان فيه الاخضر، جبت الاسود، انا عندي الاسود افضل من الاخضر، فان شاء الله راح تكون مفاجاه جدا اسطوريه، وان شاء الله اني بشوف رده فعله. طبعا يبغى لي تقريبا 3 دقائق 4 دقائق على ما اوصل له ان شاء الله، واول ما اوصل له ان شاء الله راح افاجئه. طبعا قبل كل شيء راح انادي سعود ونواف لانهم هم يدرون عارفين كل شيء، وراح اعطي واحد منهم الجوال، هو اللي بيسلم ركان. بنتمشى زي الفلوق، نروح نتمشى ونروح، واخر شيء راح يعطيه الجوال، بنشوف رده فعله، هل هو بينصدم؟ هل هو بيحسبه مقلب؟ هل هو بيصدق او لا؟ ضغطنا انفسنا على ما جبنا الجوال، واتمنى ما تقصروا معنا في اللايكات، واتمنى تدعمونا. قبل كل شيء حققنا المهمه وجبنا ايفون. لا اسمعنا شوي شوي، ايفون 11. شكرا نواف، قط معنا 300 ريال، سعود قط 300 عشان نجيب هذا الجوال. طبعا انا بعت جوالي الماكس، وقايل لهم اني بايع جوالي الماكس، لكن لا يدري راك اني بايع جوالي خلاص الا بعد ما يشوف المقطع.
ترى يا شباب والله متحمس هذا فعلا. حبينا نفرحه والله لأنه كان أمنيته إنه يشتري هذا الجوال وإن شاء الله. ترى والله قد طلعت معها يا شباب قاعد أدور الجوال اللي يبيه ما لقيناه. شفتوا أنا قايل لكم الأخبار كان يبيه، شفتوا كيف؟ بنشوف إن شاء الله ردة فعله ويلا بإذن الله انتظر على ما يجي. ووين هو الآن تروش؟ ايوه فوق. يلا باذن الله اول ما نبدا لا تنسون اللايك يا شباب، نبي نوصل عدد كويس ونبي نوصل 4 مليون مشترك باذن الله ان شاء الله. ويلا خلوكم. اذا فتح السياره الحين بنروح معه، احنا كلمناه عشان نروح نشتري جباتي. فانا بقول له روح وتعال بعدين دخل جوال خلاص، بس وزع الحين وزع بسرعه بسرعه بس. حط بس جوا انت وش عندك؟ انا جاي كذا اتمشى وراكم ما ادري ايش اسوي. يا استاذ زمان عندنا هنا. ايوه بسرعه قبل لا يجي. البسها يا بابا البسها. صدق ما ادري. خلي الوضع عادي، خلي الوضع عادي عشان ما يشك. هلا هلا. وهذا الخشب وشو؟ اتوقع بنبيعه ما ادري. لا انا باخذه. نعم؟ انا باخذه عشان نسوي فيه تجارب علميه. والله العظيم نسوي فيه. يلا مسين اوديكم شيء اطلب حياتي. ايه ايه بالله جيب الذاكره من فوق، بس افتح لنا السياره وجيب لنا الذاكره من فوق. الذاكره عشان نصور. ابي الذاكره عشان نصور، بس بالله خلينا نفتح السياره وجيب لي الذاكره. الله ابو جدك. السياره؟ ها؟ بسرعه لا تاخر، نسيتها يا اخي. يلا يلا بسرعه. وين حطها؟ ورا ورا ورا. لا لا في الدرج في الدرج. بسرعة 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 بسرعة. هلا والله. اسمع. تعال تعال. تاخذ كاميرا ثانية. في صوت بس اسمع قدام. وش؟ انت الصوت هذا وشو؟ يلا نمشي؟ ما في شيء. يلا. ما في شيء. شوفوا كنا بنطلع وذا حادنا، شوفوا شوفوا. قسم بالله انسان فاهي جدا. وطلعت يا كابتن. هذا جاء حسام الفاهي. والنت ولا اسحب عليه؟ اقول تعال بس. سيارة. رايحين لما جباتي هذا الفلوق يا جماعه الخير ترى سريع لطيف. فجاءون العيال يلا فلوق فلوق يلا تمام. هلا هلا يلا هي صوب الرنج هي صوب الرنج. هلا بي رياض بارك رياض بارك رياض بارك اول مره يطلعون رياض بارك رياض بارك رياض بارك رياض بارك رياض بارك. ايه تورط له والله ما ادري ايش يقول. والله العظيم يعطوني كاميرا 24 ساعة بس يلا. مصورنا مصورنا القادم ان شاء الله. خلاص انا بعد في مقارنة من افضل واحد يسوي حسام. حسام ولا ركع؟ والله اني انا والله سعود كفو والله والله اني انا بدون مبالغة. والله ما شوف اقسم بالله اذا جو اتفقوا عليك بمقلب والله لجحتهم. مع كريمة؟ مع كريمة سوري. ركان ركان خل نبدي مراتب يلا يلا خل نبدل. نعم خل نبدل مراتب من الحس مخه. والله فكره مين مسوي راعي فعاليات قايم من بيته. جباتي وينه؟ طب راكم مقدم ترى والله احس اني مو مرتاح. انا ماني انا مرتاح ما ادري مقرب مره ترى عشان امي الله يحافظها يعني تحب تقرب. طيب عادي مو مشكله خلها بعدين تعصب تقول لي سوق على المرتبه. ما عليك رجعها بس انت. ما برجعها يا اخي ذلني موترك. إيه؟ رجعني موتري. عادي تليفون نصورك؟ اي عادي. حيا الله نورنا يا شيخ. وش اسمك؟ معاذ الجميل. ونعم والله معاذ حبيب قلبي. ايش رايك بقناتنا؟ ايش رايك تقول؟ والله صراحه انا انتظر الخميس والله. يا بعد راسي. انتظر الخميس. وقناتنا يعني تعجبك؟ اي الحمد لله. الحمد لله تشرفنا فيك بعد راسي. وشجع. هلال والنصر ولا كامل؟ شجع نفسي دائما. والله في جمهور. خليك هلال حالك. طبعا انا ما قدرت اصبر بقول ركان شيء. انا وسعود ونواف مسوين لك مفاجاه. بس بشرط ان نواف يسوق. ودنا مخطط خليه يسوق. لا 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 والله العظيم اذا ساق لك مفاجاه. والله لك مفاجاه. او سعود لا ركان مفاجاه قطين والله علينا. السياره معليش مو مسجينه. طيب المفاجاه قطين علينا كله مقلب. طيب وشو؟ لا لا مقلب. لا والله ما يجيها شيء السياره.
وقف طب مخطط. ما ثق فيكم والله ما ثق. والله ان جاك شيء اجل انا اسوق خلاص ايش دخلكم انا جاب لك شيء ان جاك شيء اجيب لك رنج صيني والله حبيبي صيني. حبيبي على الهديه اللي بنجيك لي بقيمه صدام الرنج لا لا غالي قيمه صدام افنن اغلى وش انت عين لا 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 والله شرف هذا شرف هذا بالحاول ايش تسوي طيب تفحط لا لا انا ايش تسوي ابي لك هديه شرف لا لا ما نقدر نعطيك هديه وانت تسوق شلون خلاص نوقف لا 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 تعال هنا تعال يعرف يسوق ولا ما يعرف لا تمشي دقيقه انتظر والله برد نعطيه حين يلا وش تكلم تكلم لا وشي ما تركت مداعك يا ابو نواف تحسب ويا ها هي نواف عقل البصل من بالله وين يمين بالله ما استهبل ترى والله ما استهبل ما استهبل اقل ترى في الموت يا اخي مقاومين انت ايش تبون الحين انت تدري ايش ابي ظلام خط بديل هو النور ولا ولع النور يلا نور اي وفي شيء لا يمكن هذه الطلعة عشان كذا لا تمسحون يا حسام تمسحون ابوها يلعن فيسكم احنا نجيب عاد يلعن وش اللون اسود اسود كيف تدوم ما تدري من وين جبناه لا نواب 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 لا انت عطيت مقلب مقلب خلاص جديد نواب ايه والله صدق انت تعبت علي خلاص جد ابدع ابدع لا تكفانا يلعن ام البله يا ربي مقلب 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 يا زي ريحتها لا ماكس اول مره بحياتي ثاني هديه ماكس لا دقيقه جبته تستاهل شوف ايه حسام حسام قرطه شفتوا تنابه تكسره بالعافيه ان شاء الله لا 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 ذكرك انت جبل وسبل تستاهل والله تستاهل يلعن لا لا جيب 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 افتح جيب 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 ركان هذا الشباب هذا اللي يبيه مطفي ايش تجيبوا سؤال شفت ما تشوفني قاعد اسالك اقول جبناه باعلان لا 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 صدق شلون شلون جبناه بس شوف لا افتحه طيب افتحه من اللي شراه من اللي شراه والله كلنا قطينا وجبناه شوف شراه واحد اهدى لك من واحد يحبك انتم بينكم ثلاثه يعني شوف احنا قطين ثلاثه اهلا طب والله قطينا من وين نجيب شغله من وين نجيب يعني بس ايش رايك تذكر يوم نروح ندور والله تستاهل لا يا اخي اللون قوي والله قوي يا اخي كان محمسني ليش ماكس عشان يقول لي ركن تصويره حلو صراحه طيب بس عندي شرط لازم تصورنا فيه والله ابشر بعزك بس وراك ما تدخل الخش الخش كبير جدا ماكس طبعا الصراحه اللي اعطاني الفكره نواف سعود ومن اعطانا الفكره خلاص هذا بنكسره وصلنا كيف انبسطتوا بالطلعه والله زي الخرا ما شاء الله انجباتي ولا شيء والله يا اسف كنت توقعت انه فيه بس والله احلى مواجهة يا عمري انت يا الحين تطلب لنا وش تبي الحين تطلب لنا لا طيحة طاح الايفون 11 قل والله تمزح لا 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 احس انه انقصر ما ادري ليش سبرايز الله يقلعك يا كلب الله يلعنك طيحت قلبي يا زق والله انك طيحت قلبي لايف لايف لا طق لط اي لايف لايف لا يطيح لايف لا يطيح لايف لا يطيح رجع 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 لا 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 2 1 اكشن
احلى صوره والله. الصوره تلقونها بالانستغرام حقنا، حساباتنا كلنا تحت. السلام عليكم، شوفوا عرقنا والله من التعب من كل شيء. شكرا لكم. يمين بالله ما ادري شلون اوصف لكم سعادتي، قسما بالله اني من زمان كنت انتظر هذا الجوال بس ما لقيته، ما ادري كيف جابوه، بس والله جد شكرا، ما توقعت انكم انتم ورا هذا الدعم انكم جبتوا لي هالجوال. هذا قليل بحدك وهذا اقل شيء نقدمه لك، صراحه ما قصرت معنا، دايم تهدينا واليوم جاء اليوم اللي نهديك. وش تقول نواف؟ والله هذا قليل بحق يا ركان، المفروض نعطيه شيء زياده عليه. لا هذا يحمد ربك صح. وسعود البطل مبروك اخوي ركان على الجوال، تكسر بالعافيه ان شاء الله تهدينا قريب. الله يعطيكم الف عافيه، وما بقى لنا شيء على 3,800,000 عشان نعطيكم هذه. يا سلام، انشروا لاصدقائكم لاخوياكم، ولا تنسون الاشتراك. وطبعا انا ناوي اهديكم هديه اذا وصلنا 3,800,000. اوه يعني حتى نواف ناوي يهديكم. يا هديه انا اتعب من نواف، هديه حقين فورت نايت. يا سلام، اعطيكم حسابات نادره وحلوه. صفقه 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 نواف. تبرع. يا سلام، وهذا التاج، وهذا التاج اخترناه عشوائيا بالانستغرام. اذا ودك تشارك صور الشاشه حط لنا تاج بالانستغرام وراح نختارك. والتعليقات وافضل تعليقات هنا موجوده. وغير كذا حساباتنا في الانستغرام برضو تلقونها تحت في الديسكربشن، وقنواتنا الكواليس وقناتنا سكتشي وقناه نواف طبعا موجوده تحت. فلا توصلوا، لا تقصرون يعني، تابعونا وانتظروا جديدنا ان شاء الله. يعطيكم الف عافيه. كان معكم ركان بسليمان و سليمان سليمان حسام سام. نراكم حلقة أمنكم. حبيتها والله حبيتها.